إذا للحديث عن الأزمة الاقتصادية وتصاعدها في العراق توازيا مع الشلل السياسي الحاصل وازدياد أعداد العاطلين عن العمل في البلاد سنويا، ينضم إلينا عبر سكايب من عمان الخبير الاقتصادي الدكتور صباح علا. ودكتور صباح، مرحبا بكم. أهلا ومرحبا بكم. دكتور صباح، أكثر من عام على الانتخابات البرلمانية في العراق، حتى الآن لم تتشكل الحكومة، ولكن هل سينعكس ذلك على الواقع الاقتصادي والعمالة في العراق؟ تحية لكم ولمشاهدي قناتكم الرائدة في متابعة الشأن العراقي. حقيقة ما يحصل بالعراق يدلل على أن هذه القوى التي تحاول جهد إمكانها البقاء في السلطة رغم فشلها على مدى 20 سنة مضت، من بعد 2003 ولغاية اليوم شكلت أكثر من 5 حكومات ولم تتمكن هذه الحكومات حقيقة الإيفاء بمتطلبات الفرد العراقي. لذلك نلاحظ وصلت مراحل عالية جدا من حالة الأزمة الخانقة على كل الصعود سياسيا اقتصاديا واجتماعيا، وانعكس ذلك على مجمل الحياة العملية للفرد العراقي متمثلة بالدرجة الأساسية العمل. قوى العمل الموجودة بالعراق حاليا تتراوح حوالي 15 مليون إنسان قادر على العمل، ولكن حالة الفساد والترهل الذي أصاب المؤسسات الدولة من خلال عمليات التعيين في عملية امتصاص البطالة على حساب الكفاءة وعلى حساب الإنتاج وعلى حساب المواطن من حيث تأدية الواجبات الحقيقية لخدمته، حاليا مرت سنة كاملة ولم تتمكن هذه القوى من الإيفاء بإيجاد حكومة تتمكن من إقرار موازنة أو اعتماد موازنة وتخصيصات الوزارات والمؤسسات المختلفة. ومع العلم سنويا أن الجامعات والمعاهد وغيرها تطرح إلى سوق العمل ما لا يقل عن بين 200 إلى 250 ألف فرد من الخريجين الذين يبحثون عن قوت عملهم حقيقة، وهذا لم يحصل بوعود من حكومات مضت وحاليا مزيفة وتحاول امتصاص نقمة الشارع ونقمة الخريجين الموجودين. طيب، ولذلك نلاحظ الترهل الحاصل في إدارة الدولة من حيث عدد الموظفين الذي يتراوح حدود حوالي 4 إلى 4.5 مليون موظف لشعب تعداده 40 مليون. هذا لا يوجد في أي دولة بالعالم. يعني لو نرجع إلى دول العالم المتطورة والمتحضرة موظفيها لا يتجاوزون بين 1 إلى 1.5 مليون عندما تكون نفوسهم 70 مليون. طيب دكتور، كيف لبلد مثل العراق أن يحتوي على ما يقرب من 6 ملايين عاطل عن العمل جلهم من الخريجين؟ ولكن إذا ما تحدثنا عن من يتحمل المسؤولية، من المسؤول عن هذه الفجوة بين العمالة ومخرجات التعليم؟ من المتحمل للمسؤولية؟ تتحمل مسؤوليته حقيقة الأحزاب التي نصبت نفسها باسم شرعية صندوق الانتخاب الذي أصابه عمليات التزوير والمحاصصة والمحاباة في إدارة الدولة. هو الذي ارتقى إلى حالة الفساد بالاعتماد فقط على الإيرادات النفطية وإهمال الجوهر الأساس في تطور وحضارة الشعوب، هي القوى البشرية وما تمتلكه من تخصصات. ولذلك نلاحظ أي مقارنة مع أي دول العالم، لو نأخذ مثلا العراق مع سنغافورة، سنغافورة لا تمتلك ثروات
في باطن الأرض ولا ثروات في أي مكان آخر، ولكنها تطورت باعتماد النظام، النظام السياسي الذي اعتمد على قوة الشعب من حيث الاختصاصات، وتمكنت أن تصل إلى درجات عالية جدا من التحضر والتطور. ولذلك نلاحظ أن الميزان التجاري، عفواً، مجموع الإنتاج الإجمالي المحلي لسنغافورة ضعف ما هو يمتلكه العراق من إيرادات نفطية تدخل إلى العراق. نعم. يعني دخل الفرد السنوي في سنغافورة يتراوح حوالي 87 ألف دولار، بينما في العراق ما زال يتراوح ما بين 10 إلى 12 أو 15 ألف دولار سنوياً من الإيرادات الداخلة. هذا الاعتماد جعل القوى العاملة الحقيقية أما أن تهرب أو تبحث عن في غير اختصاصها للعمل لكي تتمكن العيش، أو أنها تعمل على الانتظار، وهذا سبب كوارث كبيرة جدا مع انتشار السلاح، انتشار المخدرات، زادت عمليات الفقر بشكل كبير جدا، مما أدى إلى ازدياد حالات الانتحار، الجريمة المنظمة وغير ذلك. وهذا كله تتحمله العملية السياسية ومن يقودها بشكل كبير جدا منذ 2003 ولغاية اليوم. دكتور صباح، أريد منكم شرحا ليتبين للمشاهد علاقة الاستثمار بالحكومة. عدم تشكيل حكومة بعد مرور سنة كاملة يوافق 10 من تشرين الأول أكتوبر الحالي، سنة كاملة على إجراء الانتخابات، عدم تشكيل الحكومة هل هو عنصر طارد للاستثمار دكتور؟ بالتأكيد، أول جانب جوهري وأساسي، الاستثمار يحتاج إلى حالة من حالات الاستقرار، ويحتاج إلى قرارات مستقلة تمتلك الاستقلالية في الوزارات. يعني قبل قليل كنت على قناة الرابعة في مسألة الكهرباء. هناك كثير من المشاريع التي قدمتها وزارة الكهرباء هذا العام للبدء بعمليات تطوير الطاقة الكهربائية وعمليات الإنتاج، ولكن الجواب من رئاسة الوزراء والوزراء المعنيين كوزارة المالية والنفط وغيرها المرتبطة مع وزارة الكهرباء تتحدث أننا لا نمتلك تخصيصات مالية ولا نمتلك موازنة للعمل على الاستثمارات في البنية التحتية وتطويرها، وهذا ينعكس بدوره على زيادة في البطالة، وكذلك أيضا يؤدي إلى حالة من حالات الواقع الاجتماعي السيء في التعامل الاجتماعي ما بين الفرد والمجتمع، مما يدفع بعض الأحيان إلى ارتكاب حماقات وجرائم وعمليات سرقة قد تؤدي بالشباب بهذا الاتجاه. إضافة إلى أن العملية السياسية التي تساهلت في عملية انتشار المخدرات منذ 2003 ولغاية الآن أصبحت واقعاً مزمناً خطيراً يعمل على تدمير الشباب فكرياً، وكذلك أيضاً من ناحية المهنة والعمل، وهذا مدمر حقيقي للقوى العاملة التي لم ينتبه إليها العراق باستثمارها الحقيقي بدلاً من عمليات الاستثمار فقط في بيع النفط والإيرادات وتحويل العراق إلى دولة معيلة. إذا ما فتحنا النافذة على العمالة في العراق على مصراعيها، دكتور صباح، تعتقد أن للعمالة الأجنبية خاصة القادمة من إيران تأثيراً كبيراً على العمالة الداخلية، خاصة أن الخريجين في العراق يعاملون بمعاملة العمالة الأجنبية من حيث الرواتب والفرص الموجودة لا سيما في المؤسسات النفطية؟ لا شك أن المؤسسات النفطية تحاول جهد إمكانها عزل القوى العاملة العراقية المختصة بعيداً
لأنها ستساهم بشكل أو بآخر في كشف كل أشكال الفساد الموجود في مؤسسات الشركات النفطية التابعة إلى وزارة النفط، وكذلك أيضا وزارات أخرى، يعني ليس فقط وزارة النفط، وزارات أيضا أخرى. لذلك نلاحظ أن هناك من الوعود ووضع غشاوة أمام الشارع العراقي المحتج والمنتفض، ولكن زيادة الوعي في الأشهر القادمة أو الأيام القادمة في اعتقادي، و25/10 ذكرى مهمة جدا لتضحيات الشارع العراقي في 2019 قريبة جدا، وستنتفض وستثور ليس فقط من ناحية سياسية، وإنما ستثور لسوء الخدمات وسوء تعامل الدولة مع الخريجين ومع البطالة المنتشرة بشكل خانق في الشارع العراقي. دكتور صباح، عدم تأمين فرص العمل خاصة للخريجين إلى أين سيقود العراق؟ هل تعتقد ربما أن لدى الحكومة أي خطط إسعافية في الوقت الراهن؟ لا تمتلك الحكومة حتى لو شكلت غدا. طيب. الحكومة التي تتصارع على مدى سنة قوى سياسية من أجل تشكيل حكومة حقيقة لا تمتلك أي شكل من أشكال البرامج في خدمة المواطن العراقي، وليس عملية تخفيض البطالة. منذ 2003 الإيرادات الداخلة إلى العراق تقدر بأكثر من 1.5 تريليون دولار. أين ذهبت وأين هي الاستثمارات؟ ومقابل هذه الإيرادات النفطية تزداد نسب الفقر ونسب البطالة في الشارع، تزداد عمليات الهجرة، تزداد عمليات الجريمة، تزداد عملية انتشار المخدرات وغيرها. هذه الجوانب الخطيرة بصراحة لا تدلل على أن هذه القوى السياسية قادرة على إنقاذ العراق وإصلاح ما تم تدميره بأيديهم. من عمان الخبير الاقتصادي الدكتور صباح اللو حدثنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لكم دكتور. حياك الله.